اليوم احنا نظمنا هذا الحوار هو بدايه سلسله من الحوارات اللي فيدرات اليسار كتنظمها في افق عقد مؤتمر اندماجي ديال المكونات الثلاث ديالها، اي حزب الطليعه الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والمكون ديال اليسار الوحدوي. لاحظتوا اليوم ان النقاش كان غني جدا، مجموعه ديال الافكار، مجموعه من الاطروحات ومجموعه من الملاحظات على عملنا، مجموعه الانتقادات كذلك على تجربتنا. وحنا هذا الشيء هو جينا نستمعوا لهاد المثقفين والفاعلين باش نبنيو يسار جديد قادر على القيام بمهامه التاريخيه، وفي البدايه نتاعها قدرته على الدفاع والتعديل ميزان القوى والدفاع عن الشرائح الاجتماعيه اللي هو كيمثلها. هذا هو الاساس في هذا الشيء كامل، وحنا مقبلين من اليوم نبدا العد العكسي للمؤتمرنا الاندماجي اللي المفروض يكون مع الصيف، بدايه الصيف المقبل ان شاء الله. جواب على السؤال حول العلاقه ديال ولا العمل اللي تقوم به في اليسار فيما يخص العمل التواصلي عبر لي ريزو سوسيو ديال القنوات ديال التواصل الاجتماعي. عندنا مشروع هو مشروع قديم، نحاولوا ما امكن الان اننا في اعدادنا للمؤتمر، هناك مجموعه الاوراق، مجموعه ديال الافكار اللي كتطرح، عندنا رهان اننا نمشيو نحو حضور قوي انطلاقا من الاعلام ديال الفيدراليه، وكذلك انطلاقا من الاعلام اللي هو كيواكبنا واللي حضر معنا كانفاس بريس وغيره.